الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، محاضرتنا اليوم عن الحقيبة التعليمية. والحقيبة التعليمية هي إحدى برامج التعلم الذاتي ومن أهم المواد التعليمية في إثراء الموقف التعليمي وإغنائه من خلال المثيرات المتعددة التي تؤدي إلى تكوين خبرات متنوعة. طبعاً حتى نختصر عليكم، راح أدخل مباشرة بموضوع الحقيبة التعليمية وأبدأ من تعريف الحقيبة التعليمية. الحقيبة التعليمية هي مجموعة من المواد التعليمية التي توجه نشاط المتعلم من خلال برنامج لتنظيم عالي. يشكل حقيبة تعليمية تضم أهداف تعليمية وسلوكية واختبارات قبلية وبعدية وأنشطة تعليمية ترشد إلى عدد من المسارات لتحقيق الأهداف، وهي أيضا مجموعة من النشاطات التعليمية التي تخدم هدفا محددا. وتكون هذه النشاطات أما سمعية أو بصرية أو تجارب مختبرية أو جميعها، وتشمل كذلك الاختبارات القبلية يعني قبل الدخول بالتعليم واختبارات بعدية بعد الانتهاء من عملية التعليم. إذن هي أحد برامج التعلم الذاتي، تتألف من مواد تعليمية مصممة بنحو يسمح للمتعلم التعلم بها بحسب حاجته وميوله وقدراته الخاصة، ونهيئ لبيئة تعليمية ملائمة وتستخدم لملء الثغرة بين المعلم والمتعلم. هذا فيما يتعلق بتعريف الحقيبة التعليمية، وشكراً.